مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، انهيار أسرة رنا ورفايدة وأسرة الأستاذ أحمد حلمي ضحايا حادث شارع باريس بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، اللي لقوا مصرعهم جميعا في حادث مروع حدث منذ 10 أيام. الأسرة بالكامل راحت في غمضة عين نتيجة تهور شاب كان يقود سيارة مسرعة وبشكل جنوني صدمهم منذ 10 أيام، وتوفيت البنتين الشقيقتان تباعا رنا ورفايدة، ودخل إسر الحادث الأليم والدهم الأستاذ أحمد حلمي ولقى مصرعه منذ قليل داخل العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي. وزي ما حضرتك شايفين الآن الجثمان وصل